أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. شايفين المبنى الجميل اللي قدامنا ده؟ طبعا كلنا أو معظمنا عارفينه، رايحين جايين عليه. هو موجود في المنشية قدام البحر على طول. ده النصب التذكاري للجندي المجهول. يلا بينا نعرف حكاية الجندي المجهول. في عام 1927، أثناء تبادل الزيارات ما بين مصر وإيطاليا، الملك فاروق وملك إيطاليا الملك فيكتور عمانويل، فحبت الجالية الإيطالية في اسكندرية إن هي توثق الزيارة دي، فقررت إن تهدي بلدية اسكندرية قطعة أرض مملوكة لها في المنشية علشان يتعمل عليها نصب تذكاري ويتحط فيه تمثال الخديوي إسماعيل اللي كان الملك فاروق بيعتبره مثله الأعلى. وبالفعل جمعت الجالية الإيطالية أكتر من 13,000 جنيه وبدأ العمل في النصب التذكاري لإسكندرية، وأخد الشكل اللي هو اليوناني ده، الجمالوني اليوناني، علشان يناسب الطابع السكندري، وكله معمول من الرخام الأبيض. وفي نفس الوقت دفعت البلدية إسكندرية حوالي 5,400 جنيه علشان الإنارة ورصف الطريق أو المكان اللي حوالين النصب التذكاري. وتم نحت التمثال على يد النحات ميلوفيتشي كانونيا في روما. تمر العمل فيه لمدة 9 سنين، وكان طول التمثال حوالي 3 متر ومن معدن البرونز الخالص. طبعا كلنا عارفين ان الخديوي اسماعيل هو عمل حاجات كتيرة قوي في مصر، منها تشييد مدينة الاسماعيلية وبورسعيد، وطور حاجات كتيرة جدا في القاهرة. عام 1938 واحتفالية كبيرة قوي حضرها الملك فاروق، وتم ازاحة الستار عن النصب التذكاري أو التمثال الرخامي للخديوي إسماعيل، وده كان شكله وده كان شكل النصب التذكاري علشان يكون رمز لحجم العلاقات المصرية الإيطالية. وفضل التمثال ده موجود حوالي أكتر من 25 سنة لحد عام 1966، لما قرر عبد الناصر ان هو يهدي التمثال الخديوي اسماعيل للقوات البحرية في اسكندرية. طبعا ويتشال التمثال من مكان هنا خالص، وعبد الناصر حط على القاعدة الرخامية هنا نصب تذكاري للجندي المجهول. وطبعا اترمى تمثال الخديوي اسماعيل في مخازن المحافظة اكتر من 40 سنة. وفي عام 1996 قررت هيئة سك العملة ان هي تاخد التمثال وتسيحه وتحوله لعملات معدنية. وساعتها عرفت ايطاليا بالمصيبة دي وقررت ان هي تشتري التمثال، لكن الحكومة طبعا شعرت بالحرج ان هم عايزين يسيحوا التمثال، فرفضوا ان هم يبيعوا التمثال لهم. طبعا إيطاليا كانت عايزة تاخد التمثال لأن هو بيعتبر تراث، وكانوا عايزين ياخدوه يحطوه في ميدان عام عندهم. وفضل التمثال موجود في المخازن لحد عهد المحافظ عبد السلام المحجوب، وأخدوا حطوا في ميدان كوم الدكة أمام المسرح الروماني المدرج وخلف سينما مترو. وللأسف في عام 2019 رشوا التمثال دوكو اسود بدل ان هم يرمموا البرونز بتاعه، لكن وزارة الآثار قالت ان المحافظة عملت ده بدون الرجوع ليها، وشكلوا لجنة من مرممي الآثار وكمان دكاترة كلية فنون جميلة، لكن للأسف ما فيش اي حاجة حصلت لحد دلوقتي، وزي ما هو موجود في ساحة كوم الدكة. أتمنى أن المحتوى يكون عجبكم، وإلى اللقاء في مكان جديد وفي حب اسكندرية نلتقي.